هلا والله يا شباب، وياكم حسن. واليوم جينا في مقطع جديد من سلسلة تعديل سيارة الأكورد كوبي. أتمنى أنكم يا شباب متحمسين، لأني أنا صراحة متحمس. فلا تنسون دعمي بزر اللايك والاشتراك في هالقناة، لأنه صراحة يحمسني أني أسوي فيديوهات أكثر وأكثر حقكم. آخر مقطع صراحة كان المشاركات اللي فيه جدا إيجابية من كومنتات ولايكات، صراحة أفتخر بهالشيء وأفتخر بمتابعتكم. فمن كذي قلت لازم أسوي لكم فيديو ثاني عن تعديل سيارة الأكورد، وراح جاية الأيام جاية ويانا إن شاء الله، وراح نسوي فيديوهات أكثر وأكثر. أوكي يا شباب، فاليوم راح نركب دعسة البنزين مع دعسة البريك. راح أحط لكم فيديو بعد شوي عشان تشوفون شلون مظهرهم قبل التركيب، وراح أعلمكم إن شاء الله شلون التركيب. وراح أعلمكم يا شباب طريقة التركيب، واللي هي نظريا يعني جدا سهلة، ولكن عمليا صراحة الشيء كان جدا صعب. حتى اني راح تشوفون ان انا I'm struggling with it، يعني كنت احاول اركبها بس كان وايد صعب. ولكن هذا شيء جيد اعتبره انا، لانه يبين لي ان الكواليتي شيء جدا تمام، وانه يطمني انه لما اركبها انه ما راح تنقلع مثلا من محلها وقت اللي انا اسوق وسبب حادث ولا شيء. وصراحه يعني لكن بعد التركيب كان كل شيء تمام، وراح اقول لكم في الفيديو شلون انا كان احساسي وانا اسوق السياره وهم مركبين. فلا تنسون يا شباب مثل ما قلت لكم وخبرتكم ان دعمي واجد صراحه يشجعني. انا ما قاعد احصل اصلا شيء ماديه من هذه القناه، مجرد قاعد اسويهم لان انا احب اسوي هالشيء. وافرح يعني انكم اشوفكم وتعليقاتكم ولايكاتكم، وجدا تفرحني واستانس اني اسوي لكم فيديوهات اكثر واكثر. اوكي يا شباب، خلونا ما نطول في الانترو ونروح دايركت للسياره ونركبهم. اوكي يا شباب، وصلنا للسياره، راح الحين نركبهم اثنيناتهم. راح اعلمكم على السريع الحين شلون انكم بتركبونهم. ما راح هذا راح تحتاجون تشيلون اي شيء، مجرد راح تحطونه على البدل وبتدخلونه من جهه واحده، وراح تشدون تركبون الجهه الثانيه. هذا عشان اذا ما شفتون عدل واضح تحت، معنا في ليتات ان شاء الله كل شيء يكون واضح. وراح نركب الثانيه اللي راح تركب على البريك، بس راح تحتاجون تشيلون الربر الاصلي اللي موجود على البدل تبع البريك. اوكي يا شباب، خلونا ما نطول وراح الحين نركبهم على السريع. لحد الحين ما اقدر اركب الجزء الاول، شوف فوكس بقى مو كان اوكي، مش قاعد فوكس على شيء ثاني. تعبت انا، خليني اركب هذا. تشيلون ما اريد افوكس. اوكي يا شباب، تشيلون الاصلي بكل سهوله ان شاء الله. هذا الاصلي، وسامحوني على صوت السيارة يعني مشغلنا عشان الليتات بس ما يوقف. راح اركب الحين هذا، اتمنى انه يكون اسهل من هذا. اوكي، من فوق اخر شيء احس دمام بصير. راح اسوي كات، صراحة شكلهم وايد عجيب، بس راح اسوي كات لين ما اخلص ان شاء الله، وراح ارويكم. اوريدي بين الحين بعد، بس راح اركبهم عدل وراح ارجع عليكم. صراحة الفيلينج يا شباب وايد اتحسن، يعني حتى في الدوسات احس يعني ملمس البادلز صار يعطيك قرب حق رجايل، كأنك ما تزلح ولا شيء. فصراحة اثنين في واحد
كان شيء عجيب يعني. طلعت وما قدرت اصبر ليه وانا قاعد ادوس في الشارع، وقلت اجيك هذه المنطقه العجيبه في طائره برا بدي اصير فوكس اكيها. ويا شباب بما انكم وصلتوا لنهاية هذا المقطع، اكتبوا لي في التعليقات كربون فايبر او سكان كربون فايبر في التعليقات، عشان اني راح اركب سكان الكربون فايبر ان شاء الله كلش قريب. فاتمنى انكم متحمسين، ولا تنسون السبسكرايب واللايك على هالفيديو عشان انا بعد اتحمس اكثر واكثر. ويلا يا شباب، مع السلامة.